حضرتك تحب تشرب حاجة تاني؟ لا بس ده عندنا هنا فندم فيه مينيمم تشارج. شاي. تمام اوكي. معقولة مش هتيجي؟ طيب ما لو مش هتيجي ألغي الشاي بقى، ده كل حاجة هنا نار. لا 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 هي جاية سلمى، جاية أكيد جاية. معقول دي برضه صدفة؟ أمال؟ صدفة طبعا أكيد أكيد. اتفضلي اتفضلي، ممكن تقعدي؟ أصل أنا كنت بتمشى وكنت بفكر أروح الكافيه اللي في الأوتيل، بعدين لقيت نفسي بغير رأيي وباجي على هنا، بس بإحساس غريب قوي، نفس الإحساس اللي حسيته وأنا بقوم ببص من الشباك من غير أي إرادة مني. حاجة غريبة قوي. هي فعلاً حاجة غريبة قوي قوي. أنا عن نفسي مستغرب. طب أنت مستغرب ليه؟ عشان يعني كل ما بعوز أشوفك بلاقي نفسي بشوفك. يعني مش فاهمة تقصد إيه؟ لا ما أقصدش حاجة، أقصد اللي قلته بالظبط. كل ما بعوز أشوفك بلاقي نفسي بشوفك. يعني أنت بتراقبني ولا ماشي ورايا ولا أنت بتعمل إيه بالظبط؟ لا لا خالص خالص، ولا أي حاجة من الحاجات دي يعني. بس يمكن القدر هو اللي يكون عايزنا نتقابل ونقعد مع بعض. يا سلام، والقدر هيعوزنا نتقابل ليه إن شاء الله؟ مش عارف بقى، ممكن نسأله. لا أكيد أكيد خير خير إن شاء الله. أنا أصلاً مش عارفة إيه اللي مقعدني معاك دلوقتي. لو عايزين أقوم أنا ممكن أقوم. لا 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 تقوم إيه؟ أنا اللي جاية عليك. في حاجة غريبة تانية دلوقتي. خير؟ يعني مرتاحة قوي وأنا قاعدة معاك ومبسوطة وأنا أصلاً شخصية ما بتثقش في أي حد وخصوصاً الرجالة. والله إحنا مظلومين، وبعدين ما تصدقيش كلام المسلسلات. مسلسلات إيه؟ المسلسلات دي أنا اللي بكتبها أصلاً. مش قصدي أنا بالذات، يعني أنا أصلاً عمري ما كتبت مسلسلات. أنا بتكلم عن الزملاء. وبعدين على فكرة إحنا ما بنجيبش حاجة من دماغنا. الحاجات دي موجودة وبنشوفها وبنسمعها كل يوم. آه طبعاً موجودة أكيد، بس برضه مش كل الناس زي بعضها. عندك حق. إحنا أصلاً مش زي بعض. ماشي أنا بفكر أقوم. لا اقعدي اوعي تمشي. اقعدي اوعي تمشي. ممكن أقعد شوية. لا دي حلوة قوي. تاكل حاجة؟ ممكن ناكل طبعا. انت معكش فلوس يا بني ادم. سلمى الغي فكرة الاكل دي خالص، الاكل هنا مش حلو. والله اقول لك مش عايز اكل خلاص، انا حاسة الاكل هنا مش حلو. ايوه بالظبط كده، الاكل هنا وحش قوي قوي قوي. كنت لسه حالا هقول لك. ممكن اشرب نسكافيه. ولا معايا حتى حق النسكافيه. سلمى بلاش تاخدي حاجة من هنا خالص. لحظة واحدة ندهلك الويت. لا بقول لك ايه، أنا ولا حتى عايزة النسكافيه، مش هشرب نسكافيه خلاص. على فكرة أنتِ مترددة خالص خالص خالص. لا والله خالص أنا عمري ما كنت مترددة. بس بجد أنا مش عارفة مالي. أنا رايحة على الأوتيل، أوكي؟ اتفضلي اتفضلي. فنجان قهوة يا عم جاد لحسن، حاسس ان دماغي هتتفتح. اهلا استاذ حسام. عينيا. بقول لك ايه، هو الاستاذ عادل ساب الفندق؟ انا مش عارف الحكايه بالظبط، بس انا صحيت الصبح لقيته لامم دولابه كله، وعم رمضان بيقول لي انه مشي في نص الليل وكان متضايق قوي. الله. بيقولوا
ان هو مستر جاسر زعلانين مع بعض. خير ان شاء الله. خير. صباح الخير. اهلا اهلا. صباح الخير. اهلا يا مدام. ازيك؟ قهوتي ارجوك. عينيا. تسلم عينيكي. ازي حضرتك يا ناس سلمى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ اتمنى تكوني مبسوطه معانا في الاقامه في الاوتيل. مبسوطه جدا. الاوتيل يجنن. بس في حاجه واحده بس. انا من امبارح حطيت الكارت بتاع الهاوس كيبنج على الباب ومحدش نظف اوضتي. لا ازاي الكلام ده يحصل؟ يعني انا وعد حضرتك ان ده مش هيتكرر تاني والمسؤول عن المشكله دي هيتجازى حالا. عم جاد ممكن تكلم لي الاوبريشن؟ خلاص. استاذ ايمن معلش كنت عايز اسال هو مين المسؤول عن نظافه غرفه 7؟ غرفه رقم 7. غرفه 7 مصطفى الرومي. طب بعد اذن حضرتك خصم 3 ايام عشان الغرفه ما تنظفتش. تمام ميرسي شكرا. هو الموضوع مش مستاهل خالص على فكره. انا مش قصدي ان حد يتجازى بسببي. الموضوع عادي ممكن يخش ينظف الاوضه خلاص. معلش كان لازم يتجازى في ساعتها. اهو مصطفى جه اهو. مصطفى تعالى سلمى. استاذه سلمى بتقول ان غرفتها ما اتنضفتش امبارح. ممكن اعرف ليه ده حصل؟ انا اسف يا فندم دي غلطتي. انا اكيد نسيت. هو حضرتك شغال في الهاوس كيبنج؟ لو مصطفى ده يبقى يستحق الجزاء. قهوتي قهوتي يا فندم. مش عايزاها. على راحتك. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع يا فندم مفيش موضوع ولا حاجه. يعني اول ما شافتك اتعصبت. هو انتوا اتكلمتوا قبل كده؟ يمكن. يمكن. طيب روح شوف شغلك. ما تدقش عليه. الواد ده غلبان قوي. قهوتك. ما تاخدش بالحركتين دول. الواد ده اول ما جه كان عامل فيها بيتهته وهبل وديك شايف دلوقتي لسانه فك وبقى رغاي كمان. ادخل عليها ما يهمكش. أنا ممكن أخد من وقتك دقيقة؟ لا طبعاً مش ممكن. وامشي من قدامي حالاً. حاضر. أنت نسيت الحاسة اللي عندك ولا إيه؟ أنت تقدر تخليها هي اللي تنده لك وتقول لك تعالى. بس الحكاية دي ما مشيتش مع جاسر. بس مشيت معاها. مصطفى. مصطفى. ايوه. انت عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول ان والله اللي حصل ده حصل غصب عني. انا ممكن اقول لك حاجه بصراحه واتكلم كده واقول اللي جواه. اتفضل. اصل انا طول عمري بني ادم سلبي ما بعبرش عن اللي جوايا. ما بقولش باللي انا حاسس بيه. يعني طول عمري حاسس بالاحباط وبالفشل لدرجه اني فكرت انتحر اكتر من مره. بس من يوم ما جيت الاوتيل ده وانا حياتي كلها اتغيرت. يعني حسيت ان انا بني ادم تاني. بقيت بني ادم احسن. احسن يعني هو مش احسن قوي بس احسن شويه وبرضه الحمد لله. وخصوصا من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك اول مره اكتشفت حاجات جوايا ما كنتش اعرف انها جوايا. حسيت بطاقه كده طاقه كبيره ما اعرفش جات لي منين وازاي ومن عند مين. عند الله. ماشي حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده. بس انت برضو ما كانش ينفع ان انت تكذب عليا في طبيعه شغلك وتقول ان انت محاسب وانت اصلا هاوس كيبنج. لو كنت قلت لي الصراحه كنت احترمك اكتر عشان ما بحبش الكذب. وانا حسيت ان انا لو قلت لك يعني ان انا مجرد واحد بينظف اوض ما كنتش يعني هتديني فرصة أقرب منك زي ما بتمنى. نعم يعني أصلا تقرب مني وتقرب مني ليه وإزاي؟ بصي هو مش عارف إذا كنت اللي هقوله ده هبل ولا عبط ولا تخلف ويمكن التلاتة مع بعض. بس أنا هقوله بقى والسلام واللي يحصل يحصل. لا لا ما انصحكش إن أنت تقول أي كلام هبل أكتر من كده. كفاية الهبل اللي أنت بتهبله دلوقتي.
طيب انا هقول وانتي ما تعترضيش، انتي تقبلي الفكره عادي خالص. مصطفى هو انت ساكت ليه؟ عارفه انا بصراحه كده انا ابتديت احبك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هدي. يعني ايه هدي مش هدي طبعا؟ يعني ايه بتحبني وازاي بتحبني؟ انا اصلا مش مصدقه احساسك ده، انت شفتني على بعض 3-4 مرات بس. بس انتي تقبلتي الموضوع عادي وعديتيها ومفيش اي مشاكل صح؟ هو يعني انا بصراحه المفروض ان انا اقوم اسيبك دلوقتي حالا. ايوه. وكمان المفروض ان انا اهزقك واشتمك واقول لك يعني اللي انت بتقوله ده غلط. ايوه. بس كل ده ما بيحصلش ليه؟ يمكن عشان حاسه انك ممكن تديني فرصه تانية يعني معاكي. اكيد لا طبعا. ازاي يعني انا وانت اصلا مختلفين عن بعض، وبعدين يعني انا مثلا يعني متعلمه كويس قوي قوي كمان. على فكره وانا كمان متعلم كويس قوي 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 كمان، انا بكالوريوس تجاره وبتقدير جيد جدا 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 جدا، بس الظروف بقى نعمل ايه؟ يعني انت بكالوريوس تجاره؟ طب ليه ما بتشتغلش بالشهاده بتاعتك؟ معرفش، بس يعني الحمد لله قوي على اللي انا فيه ده، يمكن عشان انا طول عمري يعني مش بعرف اتواصل مع الناس وكده ومش اجتماعي زي ما بيقولوا. بس انا كنا فين وبقينا فين؟ انا الحمد لله دلوقتي احسن بكتير بكتير، انت ما شفتنيش زمان. طالما انت اتغيرت قوي كده زي ما بتقول، طب ما تدور على شغلانه تناسب شهادتك. طب ما انا اهو الحمد لله مستر جاسر كتر خيره اداني فرصه حلوه قوي في الاوتيل، يعني بيديني مرتب كويس وبيعملني كويس ووعدني بمكافآت حلوه، بتهيألي مش هلاقي يعني فرصه ومعامله في مكان تاني احسن من كده. طب طالما مستر جاسر ده بيحبك قوي كده، طب ما يديك وظيفه زي شهادتك واكيد هتاخد فلوس اكتر كمان. ايه ده؟ تصدقي صح، انا ما فكرتش في الموضوع ده خالص. على الدرجات انت سلبي؟ لا، او يمكن تقولي انا تعودت على اللي انا فيه، تعودت على شغلانتي. لا يا مصطفى ده مش صح خالص على فكره. بصي انا مستعد اغير ده كله، بس لو حسيت ان في التغيير ده يعني هيفرق معاك انت بالذات. بص انا بصراحه مش عارفه انا قاعده معاك ليه. صح. وكمان مش عارفة ازاي عديت كلامي انت قلته دلوقتي كتير قوي، ما ينفعش تعدى خالص. عندك حق. وخصوصا ان انت راجل غامض وانا بكره الغامضين جدا، وكمان كذاب. انت كذبت عليا وانا ما بستحملش اعرف بني ادم في حياتي كذاب. بس لو انت عايز فرصة معايا ان انت حتى تقول لي بس صباح الخير، صباح الخير بس، انت لازم تبقى اوضح من كده بكتير وتبطل كذب تماما. تمام؟ تمام. لو كذبت عليا تاني او بقيت غامض انا بقول لك تجنب. تمام؟ تمام تمام. فضلك بقى قوم دلوقتي وامشي عشان عايزه اكمل شغل. مصطفى فكر في الكلام اللي انا قلته لك عشان مش هقوله تاني ابدا. تمام التمام، هفكر في كل كلمه قلتيها، مش هسيب كلمه من غير ما افكر فيها. اوكي اتفضل. طب اعزمك على حاجه؟ طيب لا شكرا. طب احاسب على القهوه؟ احنا برضه لسه قاعده شويه. ماشي.